أولا الاستفتاء، أستحلفك بالله، شنو اللي خلى قيادة الإقليم تروح للاستفتاء؟ شنو اللي خلى؟ هيك حلم وحلم وجا وقعد سوى استفتاء؟ يو اكو ظروف كانت قطع موازنة، مو بس موازنة، ما خلوا حرب ليش شوية صارت حرب الشيعة والسنة بال 75 سمحناها هاي مال الاستفتاء والاستقلال هذا حلم انا اقول لك يا استاذ حلم كردي هذا تاخذ اذا طبعا حقهم انا حلمي خلاص حلمي ليش تقول ما كل انا بس في هذا الظرف وهذا مو غلط هذا مو غلط اخي انا مو ماخذ اوصل لك مو يعاتبني عليه اللي خلاني الذين يعاتبون اللي عاتبوني ايه؟ اكو ظرف خلاني اوصل بهالمرحله احنا هذا كحلم كل كردي كل كردي اقول لك يا حلمي حال حال الشعوب اللي موجوده نقطة انتهى. هذا انتهى حق تقرير المصير اما وقته الله اكبر اقول لك الشيعه والسنه اثنينهم تاذوا اذيه كبيره احسنت الى الان غير مسموح وهذا حلمي هذا حلمي احنا مجرد استفتاء سوينا وقربوا الدنيا يقبلون لا الشيعه يقبلوا الدنيا علينا ولا السنه يقبلوا يروح بقلي اخي استفتاء يعلق على المواضيع ثاني يوم يخلوه امام السؤال يتراجع استاذ صلاح مجرد استفتاء ايران تركيا المركز الدنيا السماوات حاربونا بها صح ولا مجرد استفتاء يا اخي هذا حلمي اني ما اختلفنا اعلن عنه ايش وقت اعلن عنه اذا انت محاربني مو هسه اقول لك احنا الاستفتاء اللي قال حتى شوف القياده اللي قالت لا لا شو ما حد حاربني لا